ده كان خبر عن اتحاد الكرة. الكابتن حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي الهلال بيتولى مسؤولية سموحة رسميا. يعني انا استغربت زي ما حضراتكم استغربتوا لو انتوا لسه تسمعوا الخبر، لكن هي دي الكوره، الكوره احترافيه. لو عنده بند في العقد بيسمح ليه ان هو يسيب الفرقه في اي وقت بيسيبه، لو عنده شرط جزائي بيدفعه وبيفسخ عقده مع النادي اللي هو متعاقد معاه. كابتن حماده صدقي يعني اعتقد ان دي تاني مباراه ليه مع فريق الهلال السوداني. اول مباراه كسب النجم الساحلي وكان يعني عمل ضجه كبيره جدا. الهلال اول مره كان يكسب النجم الساحلي في تونس، بعد كده النجم الساحلي كسب الهلال في نتيجه غير متوقعه خالص تماما. الهلال كان متقدم 1-0، النجم الساحلي احرز هدفين وطلع بثلاث نقاط، قلبت موازين المجموعه. لكن احنا كنادي الاهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندنا ثقه كبيره جدا جدا في فرقتنا، عندنا ثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا، عندنا ثقه كبيره جدا جدا في مدربنا، ان شاء الله ان هم يكسبوا كل المباريات اللي جايه باذن الله. ده احنا على افتراض يعني ان الهلال راح كسب بلاتينيوم، مفيش حاجه مضمونه في الكوره. الكابتن حماده صدقي على قائمه او على راس الجهاز الفني لنادي سموحه، معاه الكابتن احمد عبد الفتاح وخميس جعفر مدربان عمان، معاه الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى. كابتن احمد ناجي المدرب الكبير، المدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني السابق وايضا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق. كابتن احمد ناجي طبعا مدرب كبير جدا عنده خبرات كبيره جدا، اكيد هيفيد نادي سموحه ويفيد حراس المرمى.